تظنون أن ابن تيمية قد سحرني بكلماته لأسمح لي مولاي السلطان دون غضب. هذه هي الحقيقة، لقد سحرك هذا الدعي بكلام. لا، بل يجب على رجال السياسة ألا يبوحوا بما يدور في رؤوسهم. السلطان قازان يريد فتح صفحة جديدة معنا. إنها دعوة للصلح يا مولاي السلطان، ربما تكون من قبيل الحيلة والدهاء. إن السلطان قازان ما زحف على بلاد الشام غازيا أو باغيا، والشيخ تقي الدين ابن تيمية نائبكم على دمشق لم يستطع الصمود أمام جنود التتار، فأرسل ذلك لابن تيمية كي يتوسل إلى السلطان الأعظم قازان كي يبتعد عن دمشق. نعم يا مولاي، جاء وأمامنا ليتوسل إلى السلطان قازان أن يبتعد عن دمشق. معذرة لأني طلبتك في هذا الوقت المتأخر من الليل، لكن الأمر لن يحتمل التأخير. التتار عادوا مرة أخرى. غير معقول هذا، جنودهم يتحركون ناحية دمشق. ربما كبيرهم عقد اتفاقا مع أمير العرب حسام الدين بن مهنا. ولكن قازان وعدني. لا وعد ولا عهد لمثل هؤلاء.